بالنسبه ليا انا كنهضر على الامكانيات الانتاج، هذا هو الفرق. يونس شي حاجه قول لي دابا انت شو اللي ما كيعجبكش في راسك؟ بزاف ديال الحوايج ما كيعجبونيش في راسي الصراحه ديالي. بعدا كندخل في الناس بحالك انت، الواحد اللي كيصدع لي دماغي كندخل فيه. كاين بزاف ديال الحوايج ما كيعجبونيش في نفسي، يمكن شويه اناني لانه كنبغي نعيش حريتي، كنحافظ على الحياه ديالي، لونتوراج ديالي، سي نورمال. دونك فوالا كاين بزاف ديال الحوايج اللي ما كيعجبونيش في راسي. ميرسي بوكو مسيو، ما كتعجبنيش. شكرا لك على اجوبتك الصريحه، و نرجعوا للناس اللي كتعجبهم والناس اللي تيبغيوك. ابون كاينين، واكثر انسانه معجبه بيك وكتبغيك هي زوجتك الممثله القديره ناديه نيازي. ناديه نيازي في تغريدة زوجك يونس ميغري، مرحبا بك. الله يبارك فيك، مساء الخير. Et en plus vous formez un très beau couple. Bah merci. شكرا. نبغي نرجع للسنين، كيفاش بدا هذا لامور بين ناديه نيازي ويونس ميغري؟ ناديه الكلمة تفضلي. هي في الحق قضية شوية قديمة، هذه 35 سنة تقريبا. 35 سنة نسيتها نسيتها. هي في الحق الأم ديالها كانت صديقة ديال جليلة الأخت ديالي. واحد النهار بون كنت جالس في واحد القهوة، هذه واحد 35 عام، جات دايزة هي وجليلة، وملي سلمت عليها غير عطيتها يدي عرفتها باللي هذيك هي لا فام دو ما في. سيتي لو كو دو فودغ. اي سي كوم سا كسا كومونسي. نادجا انت كزوجة شنو كتبغي في يونس زوجك؟ في الحقيقه ما نقدرش نقول لك شنو كنبغي في يونس. يونس مع بحال اللي قلت لك عشره طويله بزاف، وكل شيء دابا فيه كل شيء بالنسبه لي انا. فيه الاخ، فيه صديق اللي يمكن ندبز معاه في الصباح ونص ساعه من بعد نضحك انا وياه. شوف ما بقاتش علاقه ديال اللي غادي نقدر نحكم عليها بواحد كلمه ولا جوج. يونس شحال عندكم ديال الوليدات؟ عندنا بنيته. بنيته واحدة؟ ايه اللي عندها 22 سنة. شو الاسم ديالها؟ سميتها إزانة. إزانة؟ إزانة هذا اسم مغربي. اسم صحراوي. وي. لأنه لا غران مير ديال نادية من الصحراء، وكانت عندها واحد الأخت ديالها عندها أكثر من 100 عام سميتها إزانة، وكانت عاد توفات وإزانة تزادت. زادت. اختارينا الاسم. تحية خاصة من تغريدة لإزانة. إن شاء الله. ميرسي بوكو. كنتكلموا على أن كوب اللي تخدموا في نفس المجال، وهنا بزاف ديال الأحيان تسمع تيقول لك لا ما خصش الراجل ومراته يخدموا في نفس المجال.